ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحياة، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوه عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه. ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف ليه مخصمة، كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه. وفي يوم جاب كم عود ولعهم، واخته بوسي كانت شايفاه. راحت النار ملهلبة ايده لسه ايديه الاتنين وجعاه، وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبريت وياه. ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات.